يقول تقرير أنه منذ تحرير مدينة الموصل من احتلال تنظيم داعش تفشت ظاهرة المخدرات بشكل كبير مع تراجع قدرة الأجهزة المختصة على ملاحقة المتاجرين، إلى جانب انتشار البطالة وتراجع دور المؤسسات التعليمية ودور القوى المجتمعية في المدينة ومحيطها. ويقول أحد أولياء الأمور أنه تفاجأ قبل 5 أشهر بأن 2 من أبنائه مدمنان على تعاطي مادة الكريستال المخدرة، التي اكتشف بأن واحدا من رفاقهما المقربين يتاجر بها بشكل شبه علني جنوب المدينة، مضيفا أن شبكات الموزعين معروفة جدا، ففي كل حي وربما شارع من المدينة ثمة ما يشبه المعتمد. وكانت مؤشرات منظمة الصحة العالمية قبل العام 2003 تقول أن العراق من البلدان الأنظف على مستوى العالم في نسبة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.